فإذا أحبائي، المسيح هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يعني المسيح في نفس الإصحاح تكلم أنهم كانوا سراق ولصوص، بيتكلم مش عن الأنبياء في العهد القديم، لا، لأنه كانوا كمان رعاة صالحون، لكن بالمقارنة يسوع المسيح هو الكامل، هو الكامل. لكن المسيح هو الراعي الصالح، وليس صالح إلا الله حسب قول المسيح. فعندما يقول أنا هو الراعي الصالح، فهذه صفة الله، لأن الرب في العهد القديم هي كلمة يهوى. فإذن الرب يسوع بيتكلم عن نفسه أنه هو الرب.